Avant de voter. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحدثكم uh, uh, جميع اللي شاهدوا هذا الفيديو هذا أبدأ حديثي بالسلام والتحية, والتحية والاحترام أنا محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي uh, مترشح في الانتخابات الرئاسية رقمي في القائمة هو ستة أنا مولود في ولاية سيدي بوزيد ودرست فيها تعليمي الابتدائي والثانوي وانتقلت للجامعة التونسية خذيت إجازة في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب في العاصمة ثم انتقلت إلى لندن كملت ماستر ودكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والشرقية والأفريقية في جامعة لندن اشتغلت بالسياسة بكري من اللي كنت أنا طالب كان عمري 19 سنة اعتقلت أول مرة في نشاطي الطلابي التحقت بصحف الراي والمغرب والصباح في تونس وفي لندن التحقت بجريده الشرق الاوسط وبعدها اسست جريده المستقله في 93 ثم قناه المستقله في 99 خرجت من تونس مضطرا بسبب نشاطي السياسي وعشت في الخارج وفي المنفى 28 سنه مع ذلك علاقتي ببلادي ما تقطعتش حاولت دائما باش نساهم فيما يخدم المصالحه الوطنيه والحريه السياسيه وحقوق الفقراء والمستضعفين حول ذلك بالحوار بالمواجهة الإعلامية عن طريق برنامج المغرب الكبير في قناة المستقلة حول ذلك عندما كنت في تونس قيادي في الحركة الطلابية ورئيس لجناح الاتجاه الإسلامي في الجامعة استقطبت في المستقلة قناة المستقلة يعني أكثر وجوه المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس واليوم نتنافس مع كثير منهم في الانتخابات الرئاسية برنامجي هو شعاره وخلاصته أمن حرية عدالة اجتماعية الامن لانه لا تقدم لبلادنا بتكون بدون ما تكون بلادنا امنه تونس يجب ألا لا يسمح ابناؤها بان تتحول الى دوله فاشله داعش ومشتقاتها ليس لها موطئ قدم في هذه البلاد ويجب ألا لا نسمح لها ابدا بان يكون لها موطئ قدم في البلاد اذا فزت في الانتخابات الرئاسيه واصبحت القائد الاعلى للقوات المسلحه فاني ساقوم باول زياره الى معسكرات الجيش في القصرين اللي أعلن لتونس وللعالم أن هذه أولوية، معركتنا لتحرير تونس وتنظيف تونس من الإرهاب والفكر الخارجي الذي يحمل السلاح على الشعب. سأرعى الجيش وعائلات شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبخلاف الوضع الحالي سأكون ولي لعائلة كل شهيد، ونصرف له ويبقى يصرف له مرتب لزوجته طيلة حياتها. البند الثاني في برنامجي هو الحرية. لا نسمح بسرقة حرية الشعب التونسي لن نوقع على أي قانون يسرق الحرية اللي نالها شباب تونس وجابها شعب تونس بتضحياته وبدماء الشهداء وبتضحيات الجرحى والهدف الثالث هو العدالة الاجتماعية باش نجيب حق المناطق المهمشة في الميزانية حق القصرين وحق سيدي بوزيد نتكلمهم بكل صراحة حق قفصة ومدنين والشمال الغربي وحق الفقراء في الملاسين وفي حي الزهور هنا وفي بن عروس وفي منوبة من وفي ريانة الناس اللي ما عندهمش تغطية اجتماعية والشباب البطال اللي ما عنده حتى حاجة يفيق من أجلها ويستيقظ من اجلها. يقولوا علي شعبه ويكن يتكلم على الفقراء وما يعرفوش اللي انا عايش في اعرق ديمقراطيه في العالم والتنافس السياسي كله على العدل الاجتماعي وعلى حقوق الفقراء والزواوله. كرئيس للجمهوريه عندي سلطه اسمها المبادره التشريعيه. وساقدم المبادرات التشريعيه الواحده تلو الاخرى لافتكاك حقوق المناطق المهمشه في التنميه والفقراء في العداله الاجتماعيه. اخر نقطه نحب تفويضكم لها في الانتخابات الرئاسيه، نحبكم تفوضوني بالاغلبيه باش نبدو في اجراءات نقل العاصمه الاداريه لتونس من تونس الى القيروان نخفف الزحمه في تونس نعمل مشروع تنموي كبير في القيروان نقرب الاداره والعاصمه من مناطق الوسط والجنوب والساحل وكذلك نحيي ونعيد قيمه واهميه أول عاصمة مهمة للمغرب العربي الإسلامي اللي هي القيروان هذا هو برنامج الانتخابي بشكل عام برنامج يخاطب الشعب التونسي كله فيه كذلك بنود أخرى تلقوها في موقع في الانترنت ومنها الدعوه لاعتماد الاسلام مصدر الاساسي للتشريع ونطلب من تونس اللي يسمعوا فيه في الخارج باش ما يحرموش تونس من الحقوق اللي نالوها هم كي يعيشوا في فرنسا ويعيشوا في اوروبا وهذا يتطلب منهم ان يصوتوا لي في الانتخابات باش نجيبوا نظام العداله الاجتماعيه المطبق في الغرب نطبقوه في بريطانيا ما نعطوش للناس كما يعطوهم في فرنسا بس كي نعطوا 200 دينار للبطال مقابل نهارين عمل هذه عندها معنى وعندها قيمه شعب تونس كله نطلب منكم ان تتحدوا مع بعضكم تشاركوا كلكم في الانتخابات ننجح هذا العرس الديمقراطي ارجو ان شاء الله ان انال ثقتكم في الانتخابات ونعدكم اذا نجحت انني برايه المحبه سأوحد كلمه الشعب التونسي وستعامل مع الاحزاب الفايزه في البرلمان بمحبه وباحترام للمصلحه الوطنيه العليا تحيه تونس وربي ينوركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته